أختنا تقول: ما الحكم في امرأة تقوم بشراء ملابس بسعر وتبيعها بأكثر من سعرها مثلا، فتشتري فستان ب18 دينارا وتبيعه ب25 ولكن على أقساط، هل يجوز هذا أو لا؟ كونها تبيع الثوب بأكثر مما اشترته به إذا كان هذا من غير خداع ومن غير كذب، لا فلا بأس بذلك، لأن السلع تزيد وتنقص حسب السوق، حسب السعر وحسب النوعية أيضا. إذا كانت تعمل في هذا الثوب محسنات، تعمل فيها أشياء ترفع من قيمته، الحاصل أن هذه الزيادة إذا كان لها سبب، إذا كان لها سبب صحيح، إما بتحسين الثوب وإصلاحه وإما بارتفاع السعر في السوق، فلا بأس بذلك. أما إذا كانت هذه الزيادة نتيجة خداع أو كذب أو احتيال أو تغرير بالناس، فهذه لا تجوز. نعم.